السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الزمالك اليوم على قناة المحور. أنا آسف صوتي يعني عندي شوية برد. بداية كده بكرة إن شاء الله اليوم 30 من رمضان، وبعد بكرة بإذن الله العيد. كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة أكيد هنتطرق ونتكلم ليه عن ماتش الزمالك وحرس الحدود، ولكن أحب رحب بضيوفي المحترمين كابتن الكبير إيدر الكرة المصرية كابتن طريح. ازيك كابتن طريح؟ أهلا بك يا خالي. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كل سنة وأنت طيب يا كابتن. كل سنة وأنت طيب، وكل مشاهدي المحور وكل جماهير مصر وكل الأمة العربية والإسلامية طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية بالخير واليوم والبركات إن شاء الله. معايا طبعا كابتن أحمد كمال لاعب نادي الزمالك وحرس الحدود أيضا لسنوات طويلة. ازيك كابتن أحمد؟ ازيك كابتن خالد؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله زي الفل. عايزين نقول النهارده هارد لاك لنادي الزمالك، خسر نقطتين وخسر اربع نقاط متتاليه في صراعه او منافسته على الدوري العام المصري. طبعا هدف التعادل في الشوط الثاني بيعيد للزمالك قدرته على ان هو يكون كل حاجه بايده لو فاز الثلاث مباريات القادمه على طبعا فريق الجونه والاسماعيلي والنادي الاهلي، يتوج ببطوله الدوري. اما في حاله خسارته لاي نقاط قادمه لابد ان يخسر النادي الاهلي ايضا امام المقاولين اي نقاط، عشان ولا بد ان يفوز في المباراتين ويفوز على النادي الاهلي في المباراه الاخيره. عايز اتكلم اقول حاجه بس قبل ما نتطرق لضيوفنا المحترمين، يمكن ما عملناش انترو بس حابب اقول بنشكر مستر جروس على الفتره اللي فاتت، احرز بطوله مهمه جدا وهي بطوله الكونفدراليه. البطولة دي دايما بيكون من وجهة نظر يعني نجاح اي مدير فني بيكون مرتبط بكل الاجواء اللي حواليه، سواء مجلس ادارة، سواء لعيبة، سواء جمهور، سواء جهاز فني. وجهاز فني اكيد بيبقى له دور مهم ودور كبير، لكن لما بتيجي تفكر في المرحلة اللي بعد كده يعني الناس اصبح الموضوع بقى نوع من التحدي، كأن بعض من جماهير نادي الزمالك بتتحدى الإدارة، وكأن الإدارة بتتحدى الجمهور، وده مش حقيقي. إحنا لو زملكاوية وبنحب نادي الزمالك هنقول خلاص مستر جروس أدى اللي عليه، انتهى التعاقد بتاعه، كان من المفترض إنه يجدد، الراجل مش عايز يجدد إلا شهرين، جاي له عروض عربية، طموح النادي الزمالك الفترة اللي جاية عاملة إزاي؟ عايز ايه من الفترة اللي جاية؟ بيبقى كمان طلبات المدير الفني المالية، هل هيطلب ملايين الملايين؟ هل قدرة نادي الزمالك على دفع هذا المبلغ؟ نمرة اتنين، ماذا قدم نادي الزمالك في الدور الثاني وده على أرض الواقع؟ نتكلم على ماتشات كتيرة نادي الزمالك مر بيها، في الكونفدرالية مرينا بمطبات صعبة جدا جدا، ربنا وفقنا الحمد لله، كان في نوع من الحظ ومن التوفيق، ومستر جروس من المدربين اللي عندهم حظ وتوفيق، وده شيء كويس في المديرين الفنيين. ولكن انت في الدور الثاني كنت قادر ان انت النهارده او ماتش الانتاج تكون حسمت الدوري العام المصري بعد ما فقدت اكتر من 17 نقطه في الدور الثاني، وماتشات كانت سهله جدا على نادي الزمالك بيتقدم فيها في كل مبارياته. يعني احنا بنتكلم على ماتش طلائع الجيش بتتقدم 2-0 ثم تتعادل 2-2 في مفاجاه، بتتقدم على المقاولين العرب ثم تتعادل، بتتقدم على الانتاج الحربي الماتش اللي فات ثم تتعادل، بتخسر من بيراميدز، بتخسر بتتعادل مع بيراميدز في مباراه كبيره جدا في الوقت الاخير بخطا تحكيمي طبعا بطرد عبد الله جمعه والحكام الاجانب بسم الله ما شاء الله معانا النهارده. كمان الزمالك بيحرز هدف من وجهه نظري سليم ما فيهوش اي حاجه ما بيحتسبوش الحكم الصربي ايضا كمان، وتعادل مع النادي الاهلي، فوز على الداخليه بتألق واضح لعماد السيد، مصد ضرب الجزاء بعد طرد بهاء مجدي في مباراة الداخلية. النهاردة هارد لك لبهاء مجدي بيحرز هدف في مرماه، ولكن الزمالك بيستطيع انه يعود. حرس الحدود قدم مباراة كبيرة جدا، كان روحه قوية جدا داخل ملعب الضغط، مباراة أخيرة بالنسبة لهم ومباراة مهمة بالنسبة لهم، بينهوا بيها الدوري وبيبقوا في الدوري العام. بتروجيت بينزل لدوري الدرجة الثانية بعد تعادله مع المقاولون العرب. النهارده كمان عايز اقول حاجه بس عشان اوريكم الاعلام والتحكيم في مصر عامل ازاي. يمكن كابتن مدحت شلبي النهارده موجود على قناه النيل الرياضه، في وقت من الاوقات ما الحكم كابتن امين عمر زود وقت 7 دقائق وقرر انه يلعب 2.5 دقيقة زياده، وصلوا ل 10 دقائق. طلع الكابتن مدحت شلبي وطلع بعض الاعلاميين قالوا ده طبيعي ومنطقي، ما تفهموش قانون
وابتدى يعملوا مونتاج والوقت ومين ضيع وقت ومين ما ضيعش وقت. النهارده الحكم الصربي وكل حكام العالم 6 دقائق و20 ثانية و10 ثواني وبينهد رغم وقوع حارس المرمى اكتر من مره، رغم وقوع احد لاعبي طبعا حرس الحدود كان ممكن يزود دقيقتين زي ما حصل من الكابتن امين عمر، ولكن في 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 في, في الماتشات دي بيبقى كره السله مش موجوده في ماتشات الزمالك ومع الحكام الاجانب، اما كره السله بتبقى موجوده في بعض الاحيان مع الحكام المصريين. طيب مرة واثنين وثلاثة، احنا بنحب نادي الزمالك، بندعم نادي الزمالك، بندعم كابتن خالد جلال عنده ماتشات قادمة بإذن الله، النادي الأهلي عنده ماتشات، احنا ورا نادي الزمالك. الموضوع مش موضوع تحدي بين الإدارة وبين بعض الجماهير، مين بيفهم مين ما بيفهمش. لازم الناس تفهم إن احنا بنحب نادي الزمالك وبنخاف على نادي الزمالك وبنتمنى نادي الزمالك كل خير. ما بنقول وجهة نظرنا، ما بنقولش وجهة نظرنا من منطلق انه رئيس نادي الزمالك عايز كده، لا، مع احترامي احنا لعيبة كورة وبنفهم وعارفين كويس قوي نقول ايه وما نقولش ايه. مستر جروس نتائجه في الدور الثاني نتائج صعبة جدا، بنكسب سموحة بضرب الجزاء، بنكسب الداخلية بتألق العماد السيد، بنتعادل مع طلائع الجيش، بنتعادل مع بيراميدز في الدور الثاني، يعني الدور الأولاني بس احنا لعبناه الدور الثاني، بنتغلب من بيراميدز، بنتعادل مع الأهلي، بنتغلب من المصري، بنتعادل مع المقاولين، بنتعادل مع الإنتاج. يجي النهاردة مثلا خالد جلال يعود النهاردة، الناس كلها تتحمل خالد جلال كانه هو الطريقه التكتيكيه والتشكيل المعرفش ايه والكلام الكبير، وخالد بوطيب لعب ليه هو عمر السعيد؟ طب ما خالد بوطيب وعمر السعيد لعبوا اكتر من مره مع مستر جروس، يعني طب مش ده حصل النهارده؟ واحد من نجوم اللقاء من وجهه نظري محمد حسن، الراجل ده ما لعبش من اول الموسم لغايه نهايته، وكان في بعض الاحيان بيلعب مثلا مستر جروس بدون ديفندر وبرضه ما بنعملش ما بنصنعش الفارق. النهارده اوباما مصاب، وجهة نظري علامة استفهام للكابتن خالد جلال انه يبدا ببهاء مجدي على حساب عبد الله جمعه، ده برضو دي علامة استفهام من وجهة نظري. على العموم قدر الله ما شاء فعل، احنا كلنا زملكاويه بنحب نادي الزمالك وبنتمنى ان شاء الله لنادي الزمالك التوفيق في الماتشات القادمه. دي كانت كلمه سريعه كده احب اقولها لجمهور نادي الزمالك اللي بقى البعض كرهه او حبه او بعض الصفحات الداعمه او مش داعمه او بعض المسؤولين الكبار اللي بيصرفوا على بعض السوشيال ميديا عشان يعني يكون في نوع من التحدي. من المفترض اي زملكاوي يحب الخير لنادي الزمالك ويتمنى الخير لنادي الزمالك. شكرا مستر جروس على المرحله اللي فاتت وكل الدعم والتوفيق للكابتن خالد جلال المرحله اللي جايه. انا شخصيا مثلا وجهه نظري انا كل الدعم لاصدقائي واصحابي الجهاز المصري الموجود، وجهه نظري كنت اتمنى جهاز فني اجنبي بعد مستر جروس، دي وجهه نظري ودي كانت تمنياتي، لكن في النهايه في اداره هي اللي بتحدد مش انا اللي بحدد. انا مجرد مقدم برامج في برنامج الزمالك اليوم وكنت كابتن نادي الزمالك. كابتن طارق معلش انا طولت عليك شويه، بس انا حبيت اقول حاجات في قلبي لان انا شايف الموضوع قلب كانه نوع من التحدي. بالظبط احنا صح وانت صح لا هو 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 الموضوع يا خالد زي ما انت قلت بعض الصفحات في السوشيال ميديا الحقيقه بتتكلم كلام الحقيقه يعني خارج عن النص، وفي نفس الوقت في يعني تعدي بالالفاظ بشكل غير طبيعي عليك وعلى كابتن احمد عبد الحليم وعليا وعلى سامي الشيشيني وعلى طارق مصطفى كل المجموعه اللي بتحلل. وخلي بالك يا خالد البوستات اللي بتيجي شبه بعض، وكان واحد هو اللي ملي هذه البوستات يعني فهمني، وبيكتبوها هم، يعني هي تيبيكال اللي بيجي لك هو اللي بيجي لي، هو اللي بيجي لاحمد، هو اللي بيجي لطارق، هو اللي بيجي للشيشيني، هو اللي بيجي لاحمد عبد الحليم فهمني. ل ل ل ل فمنتهى الحقيقه قله الادب. وانا حزين جدا جدا على اللي كتب على بعض الصفحات، هم صفحتين معروفين على في السوشيال ميديا مش داعي ان احنا نذكر اساميهم، وانا اسف ان انا يعني بتكلم عنهم لان هم لا يصح ان الواحد يتكلم عنهم خالص، لان هم الحقيقه ولاد لا يعرفوا تاريخ نادي الزمالك ولا يعرفوا خالد غندور ده عمل ايه ولا طريحي عمل ايه ولا احمد كمال عمل ايه ولا طارق مصطفى ولا احمد عبد الحليم كابتننا ولا شيشيني ولا اي حد ولا بسيوني ولا الناس اللي يعني دول ما عصرناش اساسا. فهي هم صفحتين ثلاثه اللي بتتكلم لكن بطريقه جمهور الزمالك مش صفحات يعني. ما انا عارف، ما انا لسه كنت هقول صفحات لكن يعني. وجمهور الزمالك عايز إيه؟ اللي كان في الاستاد الخالد في استاد ماتش نهضه البركان صحيح. هو ده الجمهور اللي انت تضرب له تعزين سلام وترفع له القبعه.
ليه؟ لان دول راحوا شجعوا من اودي اخر ده وانت كسبان وبتلعب ضربات جزاء. يعني انت كسبت 1-0 بس وبتلعب ضربات جزاء وبيشجعوا. وشوف بعد الـ 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 المباراه ايه اللي حصل. شوف القوات المسلحه العساكر والضباط وهم بيرقصوا مع ايه ده؟ ايه الاحساس ده؟ هو ده اللي نادي الزمالك محتاجه الفتره اللي جايه والفتره اللي فاتت. هم نسيوا ان احنا تعادلنا مع الانتاج ومسكوا في ان جروس مشي. يعني طب انت متعادل مع الانتاج الحربي، فاهمني؟ يعني الانتاج الحربي انت متعادل معاه بعد ما كنت متقدم بالظبط وفقدت نقطتين في منتهى الاهميه. انت كلهم نسيوا التعادل وبنتكلم على ان جروس مشي والابيضه والمش عارف ايه والسنيده ونفس الاسلوب هو اللي بيكلموا بيه. سبحان الله. يعني جالك مثلا 3-4-5 رسائل او 20 رساله هم تيبيكال، يعني صوره مكرره من الشتايم ومن قله الادب. فطبعا ده مش جمهور الزمالك، جمهور الزمالك بيقف مع فرقته، جمهور الزمالك مع الفرقه. واحنا بنخسر من بيراميدز، واحنا بنخسر من المصري، واحنا بنتعادل مع الانتاج الحربي، واحنا بنتعادل مع المقاولين، فاهمني؟ وكان مستر جروس هو المدير الفني في هذه المباريات، ومحدش اتدخل يا خالد في شغله، بل بالعكس احنا جينا في الاستوديو هنا كان لنا منتهى الاحترام على الراجل، وبالمناسبه بنشكره. وزي ما انت قلت يا خالد، لو مفيش اداره ناجحه، وده الجمهور الحقيقي، لو مفيش اداره وفرت لهذا الرجل، وانا بقول ان هذا الرجل محظوظ، انا قلت هنا في الاستوديو من اول يوم طلعنا فيه يا خالد ان هذا الرجل محظوظ بكم اللعيبه اللي موجوده بامانه. فيعني رحل جروس، شكرا جروس، وبنتمنى له التوفيق في اي نادي او اي منتخب يمسكه. كل الدعم لخالد جلال وجهازه الفني. احنا جوه نادي الزمالك، بره نادي الزمالك، احنا زملكاويه، ما حدش هيسحب منك اللقب ده. اللقب ده انت حفرته بتعبك ودمك. مين فينا يا خالد ما تعورش ونزف دم في مباراه الزمالك؟ على فكره ده انا عيني دي عيني دي، انا والله في صوره عندي لو جبتها في عيني دي كانت هتطير، كانت هتطير في احد المباريات. لا عيني كتير حصل. انا فاكر ولساني اتقطع. لساني اتقطع. انت عارف يعني لسانك يتقطع يا خالد؟ والمصحف اقسم بالله لسانك اتقطع. الواحد والغرز بقى اللي انت بتاخدها، غربات داخلي بقى وتركوه وافلاق حاجات كتيره. فانت رويت دمك بارض استاد القاهره واستاد حلم زموره واستاد عبد اللطيف ابو رجيله وكل الاستادات اللي في مصر كلها، السويس والاسماعيليه، فاهمني؟ فما حدش هيزايد على زملكاويتك ولا انا ولا اي حد في الاستوديو. كل التقدير والاحترام للجهاز الفني السابق، وكل الدعم للجهاز الفني القادم بقيادة خالد جلال. واحنا مع خالد وزي ما قلت الموضوع لسه في ايدينا. انت عندك 68 بونت، كسبت التسعة بونت اللي جايين، خدت الدوري بمجد مباشر. يمكن تعادل خالد بالطيب ده يكون نفس هدف بتاع اوباما، بتاع اوباما في بيتر اتليتيكو. احنا مش عايزين الامور وده كلامي للعيبه. اللعيبه يا خالد لازم تعرف، لازم نقاتل شويه يا خالد. بص يا كابتن، يعني منتهى الامانه الفرق كلها بتقاتل قدامك، اسمع كلامي. الفرق كلها بتقاتل، صحيح. حتى اللي ملوش في الليله، صحيح. بيقاتل، لان ده دي الكريمه بتاعت المجتمع. زمالك واهلي، فهم بيقاتلوا مع الناديين دول، فاهم؟ فانت النهارده لما بتيجي تقاتل مع نادي الزمالك انت بتصيط، صحيح. مدربين ولاعيبه وجهاز فني و والكلام ده كله. فانا بقول ان الامور لسه بايديكوا لعيبه الزمالك وجهازهم الفني. ان شاء الله باذن الله 9 بونت اللي جايين ما فيهمش هزار، خدتهم، خدت الدوري، خلصت الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان الجمهور كمان يا خالد الحقيقي، الجمهور الحقيقي بتاع نادي الزمالك يقف مع نادي الزمالك. مش ان انا بكره خالد او ما بحبش طارق فاقوم اضرب في الفرقه. لا ده انا هقول لك حاجات فعيب. لا عيب يا خالد اللي بيحصل على بعض الصفحات. لا ما هو التي تنتمي للزمالك ولكنها في الواقع لا تنتمي للزمالك باي شيء. انا بكلم منتهى الصراحه، دي كلها صفحات الحقيقه. يعني احنا 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 يعني انا والله وانا قاعد بتجيلي رسائل، بتجيلي رسائل، ما انا مش مشترك معاهم ولا عندهم، فاهمني؟ فبتجيلك رساله. فاتمنى ان شاء الله، ان شاء الله من جمهور الزمالك الحقيقي يقف قدام فرقته مع فرقته. طيب ان شاء الله. انا يمكن بعد شويه هكلمكم على الناس الجامده جدا اللي بيفهموا كوره، هشوف بتفهموا كوره فعلا ولا لا، وهكلمكم على هذا الموضوع بعد شويه. وايضا هتطرق على عن بعض الصفحات كده، اقول لكم بعض الحكايات عنهم. معلش يعني. انا اسف. وصلت انه بيعاير بالمرض.
كابتن احمد عبد الحليم بيعايرك بمرضك. ربنا يشفي يا رب ويشفي كل مريض. حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا في الايام المفترجه خلاص بكره في خلاص يا كابتن. لا بقول لك بتعاين بتعاير كابتن نادي الزمالك بمرضه. لا اله الا الله. عيال صغير احمد. ايه ده ابو حميد يا كابتن رايك؟ لا طبعا رايي رحيل جروس مجيء خالد نتائج الفرقه كده. لا يعني احنا بالورقه والقلم زي ما الكابتن طارق قال وحضرتك قلت وكان برضه سياده المستشار قال احنا الدور الثاني فيه تذبذب كبير جدا في الـ في الـ في مستوى النتائج بالارقام مع مستر جروس. هو مدير فني طبعا كبير ومدير فني عالمي وطبعا بنشكره على الفتره اللي هو قضاها مع نادي الزمالك وتحقيق السوبر السعودي وبطوله الكونفدراليه. بس انا عايز افكر الجماهير برضو والناس اللي بتتكلم يا كابتن خالد وكابتن طارق. مستر جروس لما جه هو جاي على كوكبه لعيبه مش اختياراته. يعني جه هو محظوظ زي ما الكابتن طارق قال ان هو جه على افضل مجموعه في مصر. يعني اي مدرب قال لك بيقول لك السنه اللي فاتت كان نفس المجموعه خدوا المركز الرابع. لا 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 كابتن كان في لا في اضافات قويه جدا كابتن شاسي كابتن. طب انا كنت موجود السنه اللي فاتت انا بدات الموسم السنه اللي فاتت نسيت ولا ايه؟ ما كانش مجموعه دي. لا 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 فين ده؟ كانش ولا كهربا ولا النقاز ولا ساسي ولا بوطيب ولا مين تاني ولا محمد حسن ولا ايمن حفظي كان مصاب. يعني كان مصاب طول السنه. فيعني كان في مين تاني يا طارق؟ وابراهيم حسن وابراهيم حسن ما كانش موجود فنجاني. قلت اول واحد فنجاني وحميد احداد ما كانش موجود وعبد الغني ما كانش موجود معاه محمد عبد الغني. لا لا في اضافات هايله جدا. لا بالظبط انت بتتكلم في فرقه ثانيه. فالكلام اللي انا بتكلمه فيه ممكن تكون بس الناس يعني من الموضوع ده يعني حتى هي ناسيه شويه. لا لكن مستر جروس جاي مع افضل مجموعه السعوديه خد. انا بقول لك لعب السنه دي كان ماتش بس فاتت بس كان مصاب معايا مصطفى فتحي. يعني هو جاي يا كابتن خالد برضه انا بعيد الجمله دي واكد عليها بشكل كبير ان مستر جروس جاي مع افضل مجموعه لعيبه. محظوظ ان مدرب زي ما الكابتن طارق قال ان هو يشتغل وان هو يقدر يبدع مع اكبر عنده قماشه كبيره جدا من اللعيبه. عنده ثلاث فرق احنا عندنا ثلاث فرق عنده في كل مكان. مجلس الاداره وسياده المستشار مرتضى وفروا في اول السنه لمستر جروس قبل ما هو يجي وفروا مجموعه وكوكبه مميزه جدا من اللعيبه المحترمين. عنده في كل مركز حوالي اثنين او ثلاثه يقدروا ان هم ينفذوا طريقه شغل مستر جروس. فاحنا بنشكره على الفتره اللي فاتت والكابتن خالد جلال كل الثقه وكل الدعم للكابتن خالد جلال وجهازه. كل الجهاز جهاز مصري وطني كلهم من ابناء نادي الزمالك كلهم من ابناء نادي الزمالك بالظبط كلهم من ابناء نادي الزمالك المخلصين قلبهم على النادي قريبين من اللعيبه بشكل كبير. فشايف ان الفتره الجايه ان شاء الله ان احنا لنادي الزمالك لو قدر ان هو ناخد الثلاث ماتشات 9 بونت بغض النظر عن اي مثلا لقاءات تانية للمنافس يبقى احنا بناخد بالمواجهات المباشره ان شاء الله ونحسم لقب الدوري ان شاء الله. طيب انا مش هعمل فيها مذيع النهارده بس كل واحد هيقول اللي في قلبه في النهارده فهرجع لك تاني كطريق. بس انا عايز اقول حاجه بقى. انتوا اللي بيفهم في الكوره او عايز يفهم في الكوره هي القصه يا جماعه خناقه وكره لرئيس نادي الزمالك ولا القصه بحب نادي الزمالك؟ عايزين نفهم. طيب مستر جروس هل هو مدير فني عالمي وجاب البطوله لوحده ولا هي منظومه كامله مدير فني ومكافئات وحوافز وطيران خاص ولعيبه مميزه و و و طيب احنا بنقيم بالنتائج دلوقتي. خالد جلال ما عندوش فكره. خالد جلال ده مصري وما عندوش فكره وما عندوش خبر وبيسمع كلام رئيس نادي الزمالك. طيب مثلا طب هسال سؤال. هو خالد جلال اللي اتعادل مع الانتاج؟ هو خالد جلال اللي اتغلب من المصري اتعادل من مع الاهلي اتغلب من بيراميدز اتعادل مع المقاولين بعد ما كان كسبان اتعادل مع الطلائع بعد ما كان كسبان 2-0؟ هو خالد جلال اللي كنا هنخسر ماتش الداخليه اللي نزل درجه ثانيه من 4 اسابيع او 5 اسابيع فاتوا بسبب ضرب جزاء تالق فيه عماد السيد؟ طيب حتى في البطوله خدناها بشق الانفس. يعني خدنا البطوله بتقنيه الفار الحمد لله وخدنا كمان لا بقيمه اللعيبه ان هم احرزوا ال5 ضربات جزاء. افرض كانت الضربات جزاء دي ضاعت خسرنا بطوله قبل كده في البطوله العربيه. هل ده معناه ان جروس ما عندوش فكره واللعيبه عالميه؟ لا هي منظومه كامله يا جماعه منظومه كامله. شكرا لجروس الفتره اللي فاتت لكن مش معنى ده ان القصه تقلب ان انا عداء شخصي. خالد جلال يا نهار ابيض على اللي عمله خالد جلال في الانتاج الحربي. عمل ايه خالد جلال؟ عمل طب هو سوري النهارده طب ومش معنى جروس يعني ما حدش بيتكلم.
طب هو يعني ده اللي انا عايز افهمه، هو انتوا بتحبوا الزمالك بجد ولا وانتوا جهابذه في الكوره واحنا ما بنفهمش كوره؟ طيب معايا رئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور. مساء الخير يا استاذ مستشار. الو. بقول لك انت لعبت كوره قبل كده يا خالد؟ انا مش فاهم يا استاذ مستشار. واحد عنده 18 سنه يقول لك انا بتفهم كوره، انا بفهم كوره اكتر منك، يعني ازاي؟ انا مش فاهم. هو طارق يحيى ده لعب كوره قبل كده؟ انا مش، احنا واضح ان احنا ما لعبناش يا فندم. طب واحمد اللي شمالك ده، شمالك ده لعب كوره؟ طب اقسم بالله مرحلة تهريج رشاوى بتندفع ممنوع بس على التلبس. اقسم بالله وانا بقولها في وشك، اقسم بالله اقسم بالله لو رايي في مستر جروس كان غير رايك كنت هقولها، اقسم بالله. وانا بقولها لحضرتك، انا من وجهه نظري مثلا الزمالك عايز مدير فني اجنبي السنه الجايه مثلا، دي وجهه نظر انا، لكن انا لا انافق واقول اللي مصلحه الزمالك. انت المذيع ولا انا؟ انا خلاص، يعني انت اللي تتكلم. يلا مين الضيف؟ حضرتك. طب استنى، اتفضل. اصل انا متضايق. لا ما تتضايقش. لما كلب يهوهو عليك في الشارع بتقف له؟ لو انت لابس جزمه بتضربه بيها وتعدي او بتدفع عليه وتعدي؟ لو كره، لو كلب بيكره الزمالك وبيتمنى الخساره عشان رايه ينتصر اكرهه واعمل كده، لكن اي زملكاوي على راسي من فوق حتى لو مختلف معايا لو بيحب الزمالك. انا اخلص كلام يا خالد بعد اذنك. يعني اتفضل. لو انا كنت كسبت النهارده جروس ابو 50 مليون اتعادل مع الانتاج، وخالد ابو 300,000 اتعادل مع الانتاج. طب انت بقى عايز جروس، انا ما عنديش اي مشكله خالص يا حبيبي، لم من مامتك ومن خالتك ومن تيتا ومن عمتك، واخد بالك، لم لي 50 مليون جنيه في السنه وتعالى. جروس عقده خلص 31/5، لو كان ماتش النهارده حضره يبقى العقد الجدد ده 50 مليون. منين يا بابا؟ منين وانت ابوك بيصرف عليك؟ منين وانت مامتك بتجيب لك الكادلز ومنضعه بس وابن العتال بيصرفوا عليك؟ منين؟ بسالك منين؟ انت عارف العقود في مع الناس الاجانب ما فيهاش هزار. انا عادي 31/5 انتهى، حضرتك عايزني 1/6 تعمل لي عقد جديد ولا الكلام ده غلط يا جماعه؟ مظبوط يا طارق، انت مش راجل مدير فني. مظبوط يا ريس. مظبوط مظبوط، ما هو لازم تجدد له عقده. ده اجنبي، لو مصري زينا كده الدنيا ماشيه. اجدد له عقده النهارده عشان اديله 50 مليون، والراجل اللي بيمول مشكورا خلاص مش هيدفع، السيد تركي الشيخ. انما قله الادب والسفاله مالهاش علاقه بجروس، لا ليها علاقه بفلوس اللي بتندفع، وقله الادب والسفاله ورحمه امي عتال. انت ممنوع بس لو وقفت على راسكم مش هترموا بابه النادي. اولا انتوا مش اعضاء في النادي خلاص، بلاقي حتى امبارح مش اعضاء، ويجن جنودكم، واقعدوا بقى تدفعوا العيال الصيع بيها الموقعين التلاته دول. يا استاذ خالد، انا قلت قبل كده الجون اللي جابه اوبانا بدماغه بنفس الطريقه اللي جابه خالد بوطيب بدماغه، قلت الجون ده هو اللي وصلنا وخدنا الكونفدراليه. انا بقول لك جون خالد بوطيب اللي بدماغه ده ان شاء الله، اللي ان شاء الله هيجيب لك الدوري ان شاء الله. ليه بقى؟ انا يا عم النهارده كسبت، افترض اكسبت، ما انا لازم اخده اكسب بتاعت خصوص اللاجئين. صحيح. انا النهارده تعادل، انا كنت ازعل النهارده امتى؟ لو خسرت. خلاص ما بقاش بايدي انا الموضوع بقى، خلاص ما بقاش بايدك، خلاص لو ما تعادلت المقاولين العرب خلاص بالظبط، يتعادل يغلب بتاع بتيد. انا النهارده لو كنت كسبت تمام زي ما اتعادلت بالظبط، لما تيجي تحسبها انا اللي اكسبت النهارده لازم اكسب جونه والاسماعيلي والاهلي. وحضرتك عايز اقول لحضرتك كمان حاجه، ان انت عندك شهرين تستطيع ان انت تستعد استعداد. لا انا هقول لك اسرار دلوقتي، هقول لك اسرار لسه. اتفضل. هقول لك اسرار، اصبر اصبر، عشان العيال الصيع دول بيقل ادب ما عرفوش رئيس النادي بيعمل ايه. اتفضل. انا مضغوط عليا بقالي 3 ايام. ايه؟ 3 ايام. ان اكمل الدوري قبل البطوله الافريقيه. قلت لهم على جثتي واستقالتي ايه فيكم، وان اكمل الدوري فيكم. انا مش هبيع نادي الزمالك بملايين الدنيا لو قلت لي تعالى بقى ايه. تمام؟ بطلبات محترمه وبراجات، قلت لهم انسوا. انا العيال بتوعي طالعين مدغدغ، احنا شفنا النهارده هو العيال في الملعب دول ضحايا جروس يا استاذ، سواء اللي بيلعبوا طول عمر يعني طول الموسم او اللي ما بيلعبوش. الله، هو محمد حسن ده اللي ما بيلعبش ده اول ماتش ليه؟ هو ايمن حفني النهارده شفت الفاكهه بتاعتنا كان عامل ازاي؟ والله لا، النهارده محمد حسن لعيب كويس جدا. ايه يعني ده؟ يعني لا كان لازم يبقى له دور على الاقل في الفرقه يعني. خلاص، وبعدين انا النهارده مجدي غلط وجاب جون في نفسه، ما في فرق عالميه بيلعب عالمي بيجيب جون في نفسه. تمام؟ لكن ايه القصة لجروس؟ لا القصة انا بقى عايز اجي النادي، مش هتقرب من النادي.
طول ما مرتضى منصور موجود وقالة منصور موجودة، خلي بالك يا انت هو يالا تمام، وانا قلت امبارح خبر محدش قادر يجرؤ يرد عليا فيه، ممدوح عباس النائب العام حوله للكاس بيجري المشروع خلاص عشان الفلوس اللي سرقت من نادي الزمالك. خد المفاجأة التانية، مش انا اللي اكتشفتها، مش انا اللي اكتشفتها، وانت ممدوح عباس ده كان رد عليا اللي اكتشفها الرقابة الادارية وجهاز المركزي محاسبات، الفلوس اللي حاجز فيها ممدوح عباس كلها على النادي خدها قبل كده، خدها قبل كده، فمعمول له قضية تربح مش مني من الاجهزة دي، خد الفلوس دي قبل كده. بقول لك تاني وبقولش الفضل انا اللي اكتشفتها، انا جبت الرقابة الادارية وجبت جهاز مركز المحاسبات. اكتشفوا يا استاذ الفاضل ان اللي بيفند اللي بيمول هو ابن العتال عشان يشتمونا، خد فلوسه قبل كده، خدهم تاني قبل كده، خلي بالك. ادي واحد. هو انت يا ممدوح عباس مش انت بقالك 9 سنين اللي مسلط عيال تشتمنا وكان معاك في مجلس ادارة ابن العتال ده، ما تقولي انت عملتوا ايه؟ نفسي اعرف حد بس من العيال اللي قله ادبهم عملوا ايه؟ ولا حاجة. شوف خالد، قلة الادب اللي عليك وعلى طارق وعلى احمد عبد الحميد وعلى الناس كلها دي قلة ادب مدفوعة الاجر. وعشان كده انت عايز تنتقد رئيس النادي، انا ما عنديش مشكلة، انا مش فوق النقد. تمام؟ انما بكل فخر، لا انا الرئيس التاريخي لنادي الزمالك. انا اللي عملت نادي الزمالك الجديد. وانت يا خالد شفته وطارق يحيى شاف واحمد شاف نادي الزمالك كلكم شفتوه دلوقتي عامل ازاي. مش عشان جماهير، لا، منشآت رياضية. يا سيادة المستشار، فكرة ان انت يعني هسأل سؤال، هو جروس مثلا يا خالد سيف جروس لا هو اللي خد، هو اللي خد بطولة السلة يا خالد، انت هو اللي خد بطولة السلة وخد بطولة اليد في افريقيا، ما هو دي كلها بطولات الزمالك خد عليه، خدها بمدربين مخصوصين. انا قلت ايه؟ قلت ان احنا نسينا يا سيادة المستشار، نسينا ان احنا تعادلنا مع الانتاج وماسكين ان جروس مشي. طب ما احنا متنايلين بنيله، تعادلنا مع الانتاج اهو يا جماعه الماتش اللي فات. اتفضل اتفضل. انا بكلم ثلاثه نايمين في غاده 24 ساعه تمام. نادي الزمالك للاسف كان عاملينه صفيحه زباله. انا ما بتكلمش اقول لك اصل الجناين والمطاعم، لا، 5 ملاعب ناشئين، في ملاعب زيها، فندق للعيبه اللي كانوا بيناموا تحت المدرجات، صاله جمباز عالميه، صاله كاراتيه وجودة عالميه، ملاعب خماسي، ملاعب سلة وتنس اتعملت جديدة، كل دي مش منشآت رياضية. سكواش. نادي عالمي، الناس بتيجي بتدور عايز تعمل عضويات فيه. خلاص خد ده في جنب بقى، نادي نهري 6 اكتوبر شغالين فيه في الاستاد. ابتدينا 15 يوم والله الاستاد ابتدينا يا كابتن، رسومات كمان. لا شغالين فيه دلوقتي. انا بقى عايز اسألك، النادي اللي كان جلال بيه ابراهيم وصل مرحلة لما استلمه ممدوح عباس قال لك ناديك يناديك، هو كان فيه مليم يا جماعة. انا النهارده لما يكون عندي وفر 100 مليون جنيه بعد ما عملت كل ده واديت المكافئات وعملت كل دوت، هات لي لاعب في نادي الزمالك او مدرب ليه مليم عندي. يا سياده المستشار، حضرتك نسيت والناس تنسى ان احنا كان علينا كم ديون للعيبه اجانب، 106 مليون داخل، كم ديون لاجوجو ومش عارف، ناس جت ربع ساعه وخرجت، مش عارف كريم الحسن حاجات كده ما لعبوش حتى في الزمالك. يا خالد مسلم من دومه برضه، اول واحد دفع للضرايب القانون 140 مليون والاواف، والاواف والاواف والتامينات والمواليد العرب ووزاره الري عشان طرح النهر ومرسى مطروح، هو في يا جماعه. وبعدين تعال اتكلم بقى، تعال حبيبي انا عايزك على حجر شويه، بقول لك ايه، هو مين اللي خد دوري وكاس بعد 28 سنه مع بعض؟ لاول مره نجمع بطولتين، ولولا كمان السوبر ده اللي ضاع ده كمان كان هتبقى شويه. انا منصور خد البطولتين بعد 28 سنه، مين خد اول بطوله باسم الكونفدراليه؟ مش برضه مرتضى منصور ولا حد تاني؟ تمام؟ تعالى يا ابني هنا، مين اللي خد 5 كاس ورا بعض واحتفظ بالكاس؟ مين اللي خد السوبر المصري؟ مين اللي من الاهلي؟ مين اللي كسب الاهلي 3 مرات؟ مين اللي الاهلي كان بيلحسكوا التراب؟ اتكلموا في ايه؟ هو اللي كسب طبعا سياده المستشار نادي الزمالك بقياده يعني اداريه لرئيس نادي الزمالك، بس الضرب مش الزمالك دلوقتي في مرتضى خالد. بس انا بقول يعني ان القياده بتؤدي الى بطولات، هو ما بينتقدش الزمالك، هو بين اللي انا على مرتضى واي حد يقول كلمه حق. ده طارق يحيى ده الوينج الشمال، لا اشتمه، شمال مين؟ ده اللي ابنه عمل الاغنيه الثالثه شمال، لا اشتمه، ثالثه يمين، ده مين ده؟ ده احمد عبد الحليم اللي جاب جون في الاهلي، اشتمه، ده خالد غندور اللي مات عشان الناس، اشتمه. تمام؟ انتوا عيال سفله مجرمين. وبقول لك يا عباس، انت هتخش السجن قريب، وانت يا عتال تاني، انت يا عتال انت مش لسه طالع من السجن في قضيه تزوير؟
وقضيته في سجن المرج. ابعدوا عن نادي الزمالك والعيال اللي بتقبض الموقعين ثلاثه بتقول عليهم دول يا خالد تحت الجزمه القديمه، لان جمهور الزمالك الحقيقي الملايين اللي حضروا شفناهم فرحانين وسعداء. وبعدين عايز اقول لك حاجه، هو انتوا لما ممدوح عباس اتغلب، لا ده في من فضلك عايز ابعت لك فيديو مش عارف جالك ولا يا خالد، لما ممدوح عباس قال لك ايه وهو قاعد على المكتب، لا انا الشريعه على حسابي، لما تامر عليا وزور الانتخابات قال لك محمد صلاح ده فاشل. ده كان لقاء معايا انا. يا باشا انا عايز اللي عايز وزيعه عشان مصر تعرف. هو قال ساعتها محمد النني افضل وشيكابالا احسن منه. وصلاح ده وانا عايز محتاج لسه تطوير. تمام، انا عايز اسالك سؤال، هو خادم ممدوح عباس اللي بيقبض كول مش كانوا فارس ده 9 سنين لاربع سنين، انتوا عندكم دم، هو مين خد بطوله اليد يا بيه دوري وكاس وسوبر وافريقيا؟ مين خد بطوله السله دوري وكاس؟ ده بعد 13 سنه بطوله السله على فكره. مين اللي خد زي الكونفدراليه بعد 16 سنه؟ ايه ده؟ هو انتوا عندكم دم؟ عشان كده يا خالد بجزمتك القديمه وما تردش على كلام مسعوره، لان جمهور الزمالك والله يا سياده المستشار زعلان جدا، لان انت عارف يا سياده المستشار انا بقالي 14 سنه بتشتم بسبب حبي لنادي الزمالك وبسبب ان انا ما بقبلش كلمه على نادي الزمالك. خالد هو انا مش اختلفت معاك كتير خلاص، وانت اكتر واحد انتقدتني تمام وبقيت اصطدم بيك كل يوم، لكن في النهايه هل انت محب نادي الزمالك ولا مش محب؟ ساكن ومرتبط. انا مشيت من قنوات يا سياده المستشار بسبب حبي للنادي. لا انا ده انا مشيت من قناه يوم ما اخدت دوري وكاس وكنت حضرتك ممنوع من دخول، كنت انا الوحيد اللي بدخل حضرتك ومشيت من قناه بسبب كده عشان بحب نادي الزمالك. الاخبار الجميله اتفضل يا ست مشار. قناه الزمالك باذن الله بعد اسبوعين بالكثير بعد العيد. فعلا كان في اجتماع مع الاستاذ تامر مرسي. قناه الزمالك تامر مرسي اجتماع مهم جدا، ده الاخبار اللي عايزين نقولها للناس. افرحوا والله العظيم سياده المشار، احنا فرحانين السنه دي وخدنا الكونفدراليه وخدنا السوبر السعودي ومنافسين على الدوري. تامر مرسي رئيس مجلس اداره الاعلام المصريين، واتفقنا على كل التفاصيل خلاص. طب والله حاجه رائعه. اتفقنا ازاي وهنتعامل ازاي والاعلانات ازاي والمكسب والخساره مع اجهزه محترمه في الدوله. وعلى فكره تامر شخصيه محترمه جدا. طبعا طبعا، ده نادي الزمالك يا جماعه المحترم. ده نادي الزمالك اللي طاير في السماء، مش تقول لي العيال الصغيره بتوع عباس والعتال المقرفين دول ابيضه. هو في واد اسمه معاطي زكي كل يوم بيجيبوا له الفيديو بتاعها عامل في اوضه وصاله تحت السلم بالفلوس اللي بتدفع بيخلوها اول واحد يا سياده المستشار. يعني هسال سؤال، لو احنا مثلا كسبنا النهارده 4-0 يبقى خالد جلال هو اللي كسب 4-0 وعمل مثلا في يومين اللي ما عملوش جروس، ولو اتعادلنا النهارده يبقى جروس ملوش ذنب والراجل مش مفيش حاجه، مفيش مدرب يبان اثاره او فكره الا بعد شهر شهرين، صح ولا لا يا كابتن؟ خالد جلال مستلم لعيبه بدنيا واقعه متدمرين نفسيا وبدنيا. طبعا تاني بقول لك اهو بدنيا يا اخي، ده في فيديو حازم امام يا اخي في الملعب بيجري ورا جروس عايز يضربه، ما تعرضه للناس العيال تقوم منه، كنت وصلت اعمل كارثه. خلي بالك بقول لك جري وراه عايز يضربه كهربا، ده اللي هو المفروض بيلعب وطالع قال لك اوباما يا ست ما بيلعبش ليه النهارده متدغدغ يا ست. انا بقول لك اهو اتفضل خالد كان العيال الصايعه دي بالظبط كده، لا مؤاخذه لا مؤاخذه يعني شد السفون عليه ولا ليهم لازمه ولا تسال فيهم. انا عندي الزمالك نمره واحد يا ست مشار والله، ولا ياثروا عندي فيه. اهم حاجه عندي نادي الزمالك يعني وربنا يوفقه ويكرمه. يعني انت مش هتبقى اسمك خالد الغندور، هتبقى اسمك خالد جن بس يا سياده المستشار. بص في عز خلافاتي مع حضرتك، عمري ما تمنيت الا الزمالك يفوز. لا لكن تاني واحد مثلا متخانق مع مرتضى يقول لك يا رب الزمالك يقع عشان مرتضى ما يكسبش. في حد كده زملكاوي يعني؟ انا في عز لو بيضه يا خالد هم ماشيين ورا الاثنين اللي دمروا النادي، اللي هم مش قادرين يقربوا من البوابه عشان اللائحه لما طلعت طردتهم بره، قال لك المزورين اللي زور شهادته بره اللي زور اسمه سبب بره هيجننوا. فتوقع في الفتره اللي جايه رد الفعل بقى ايه؟ انت عارف اللي بترفص، عارف الولايه اللي هتقعد ترفص، سيبك منهم خلينا في الزمالك. انت عارف سياده المستشار الكونفدرالية الحملة دي كبرت، يعني انت المفروض الكونفدرالية دي كان ممكن ما لو خسرت الناس بقى تشمت والناس تخش تشتم والناس تخش يا فاشلين فكسبت الكونفدرالية بعد 16 سنة المفروض بقى الناس تفرح وتفر بقى جروس عقده انتهى ما انتهاش، الزمالك خد بطولة خلاص. لا ده حملة زادت بطريقة كأن الزمالك خسر البطولة. خالد 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 خلي بالك، دا
ده جروس اللي كان بيقول لك الفاشل مشيه، انت معاده ليه؟ انت اشمعنى الراجل ده معاده؟ ايوه جروس فاشل. انا ترتيبي في الدور الثاني العاشر، انا ترتيبي في الدور الثاني العاشر، احنا مش هنضحك على نفسينا. ايوه فاشل وكان لازم يمشي من زمان، واحنا عدنا واقسم بالله لو انا بدفع مليون واحد بس في عقده كنت زماني مشيته، انما لان الراجل بيدفع خلاص بحول له فلوسه قلنا نكمل. هو الكونفدراليه دي، هو الماتش الاولاني بس فكرني كده، مش فيه كورتين في العرضه ولا ماتش نهضة البركان؟ طيب الماتش ده الحمد لله الحظ كان توفيق، راح للحكم ونبهه ان في ضرب الجزاء تقنيه الفار، الحمد لله ضرب الجزاء بفضل الله. المهم الزمالك كسب، الهلال السعودي هناك كان في توفيق كبير جدا، الزمالك كسب الحمد لله، ربنا الزمالك كسب الحمد لله. يعني الهلال السعودي بصراحه الماتش اللي هناك احنا يعني الحمد لله، يعني يا طارق قوموا ما ربطوش، بيقول لك ايه ما يغور الجمهور، انا طلعت قلت ايه الفضل ربنا والجمهور واللعيبه تمام، قال لك يغور الجمهور، يغور الجمهور، انت قليل الادب، انت امك ربطك، انت لو امك ربطك ما تقولش جمهور محترم مش اقل من 50 مليون يا راجل. طب اقول لك حاجه، لا 50 ايه، ماتش النهضه البركان كان لا يقل عن 100 مليون سوري 100 الف. انت حضرتك بتتكلم على جمهور الزمالك يعني الملايين. اقول لك حاجه، هو مارتن بول ده ولا يول ده مش ضربوه هو اللعيبه في مدينه نصر وعيل ضرب بمطوه ونزلوا الراجل كدوب القتل في كلب نطق؟ لا هو مارتن يول كان تلقى تهديد بالقتل على انستجرام او تويتر، وبعد كده حصل ان هم كان في هجوم واحد اللعيبه تعور اعتقد، ومارتن يوم بعديها راح لمحمود طاهر وقال له انا معلش انا اسف مش قادر اكمل. لا باهي خد حاجته وهرب على المطار، قولوا لي احنا عملنا ايه في الجروس؟ عقده خلص 31/5 جبناه وقلنا له يا استاذ جروس اتفضل شيكك اهون وهنعمل لك تكريم واقعد مع اللعيبه، قال لك لا انا بستهتر بالزمالك، انا رايح العب كوره في نادي الصيد، مش انت بتلعب كوره نادي الصيد؟ خد فلوسك بقى عن طريق المحاكم. لا وخد بالك كلامك كمان، انا ايه مين اللي بيفكر ويجيب صوره قديمه وهو شايل شنطتين ويروح منزلها عشان يخلي الناس تتعاطف فالناس تخش على الصورتين، يا حبيبي يا جروس يا روح يا جروس شوف يا عيني مش شايل شنطتين ازاي وهي صوره من ماتش بيراميدز، شغل عالي تمام يعني في شغل بيتعمل شغل على السوشيال ميديا 10 على 10 اللي هو ايه يستعطفوا الناس، يقنع الناس ان ده ترنج اسود وهو كان لابس ترنج كحلي في الماتش يعني يعني الاثنين الترنجين كانوا مختلفين لا غير كده سياده المستشار مثلا يجيبوا مثلا في نادي الصيد فواحد يقول له ايه اهلي يا اهلي يا جروس يقول لهم لا لا زمالك، طب ما هو في اهلي جده خد 3 بطولات، هل كده جروس بقى اهلاوي سعودي وبعد كده بقى زملكاوي مصري؟ ده ناس محترفه، المبلغ والفلوس هو كبر اسمه في وجود الزمالك. خالد معلش هو لما المصري غلب جروس وهاب بقى اسمه ايهاب جلال ده بعد كنا مغلوبين 2-0 ايهاب جلال ده ما كسبش بعديها بعد الماتش ده هو لما بيراميدز كسب جروس، هو لما تعادل مع، هو لما خسر من نجوم اللي نزل درجه تانية، هو لما تعادل بالعافيه مع الداخليه اللي نزل درجه تانية، لا هو كسبنا مع بتروجيت في اول تعادل مع الجيش بعد ما كنا كاسبين 2-0 داخليه الداخليه كان عماد السيد لولا انه صد ضربه جزاء كنا خلاص بره للاسف نقطتين راح. ده خالد بص احنا عايزين بس الناس كل سنه طيبين وعيد سعيد ان شاء الله بعد بكره بقى وانا وخلي بالك في فيديو ليا انا بقول ان العيد الاربع من اسبوع لو هتلاقيه عندك بعتهولك قلت العيد الاربع مش الثلاث واخد بالك للافتاء كان معانا هنجيبه هنحاول نجيبه والله على عندك كويس مفتي طب استنى خليك معايا دي واحده فيك شيء لله كده شكلك كده مفتي تمام استنى دي واحده بص يا خالد طب اسمع نسمعه ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله ان شاء الله هتسافروا يوم الاحد تعملوا المعسكر بتاعكم وكويس ان العيد ان شاء الله عرفت العيد اعتقد هيبقى يوم الاربعاء يعني هيبقى في فرصه للولاد عشان الوقفه ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله ان شاء الله هتسافروا يوم الاحد تعملوا المعسكر بتاعكم وكويس ان العيد ان شاء الله عرفت العيد اعتقد هيبقى يوم الاربعاء يعني انت كنت في دار الافتاء ولا ايه يا سياده المستشار؟ ده مصر كلها كانت بتقول انت لقب ربنا ده الكلام ده من اسبوع واخد بالك اللي عليه لقب ربنا وعلاقته ولا يهز شعره من راسه كل ده في البكابورت وشد الصافون تمام ولا لك يا خالد ربنا يوفق الزمالك بقول لك يا خالد عمرك شفت شجره فل عليها صرصر؟ لا عمرك شفت بكابورت منيل ب60 نيله طالع منه فل ولا ياسمين؟ لا يا باشا دي بكابورتات ضربه انسى عندك جماهير الزمالك المحترمه بالملايين طب انا عايز بقى يا سياده المستشار اخاطب
جمهور الزمالك المحترم. الفترة اللي جاية ايه، هل مثلا اللعيبة هتاخد اجازة معينة مثلا، يعني يعملوا نوع من الاستشفاء بقى والاشتياق لكرة القدم تاني ويرجعوا يعملوا فترة اعداد؟ هل في مثلا الفترة اللي جاية في دعم للفرقة يعني؟ خالد جلال مكمل لغاية موسم جديد ولا ده شغل؟ بص يا خالد، ولا مش دلوقتي؟ ده شغل خالد جلال، انا واثق فيه ثقة تامة. والجماهير بتحبه جدا، خلي بالك اللي وصلنا للكونفدراليه اللي سعدت الملايين خالد جلال لما خد الكاس. انت كان ترتيبك الرابع، مش هو اللي خد الكاس ولا حد تاني برضه؟ تمام. ومعاه مين؟ معاه دونجا اللي جاب الجون اللي جاب لك البطوله في الرجاء، ماتش الرجاء مش كده برضه؟ الرجاء المغربي. ومعانا نبيل محمود رامبو. جميل نبيل. وايمن على فكره نبيل محمود. نبيل محمود عشان الناس بس الصغيرين دول برضه ما يفهموش، سنه 89 او 88 احرز هدف الفوز بالدوري على النادي الاهلي، جاب جون بدماغه. صح دماغه يا كابتن؟ كان بدماغه في 88 تقريبا، جاب جون اللي فوزنا بيه بالدوري العام المصري، يعني دوري من الدوريات كان نبيل محمود احد اسباب الفوز. دول ولاد النادي يا خالد. دول ولاد النادي خلاص. وبعدين بص يا خالد، مين بقى اللي بيتكلم؟ خد مني انا بقى، انت عندك حمله المتزملكين اللي بيقبضوا علنا. الاخ احمد شوبير كاتب مقاله في اخبار اليوم بيقول لك ان احنا ضربنا الراجل وشتمنا. يا عم احمد، في لجنة الانضباط وعند وزير الشباب والرياضة مذكرة رسمية بعزلك عشان المكالمات الجنسية، وعشان انت اعترفت انك انت بتزور الانتخابات. فهمت؟ وانا مستني لو الوزير ما حركش وخد قرار، لان في شرط في اتحاد الكورة عشان تستمر، شرط السمعة وحسن الاستوائي، مكالمات اللي عندك دي مع فلانة وفلانة وايمان وهبة والكلام ده كله، دي مكالمات موجودة خلاص اهمت. والاخ اسامة اسماعيل، ها انت يا اسامه اسماعيل معروف انك انت راجل اهلاوي، انت مالك ومال الزمالك؟ انما جمهور الزمالك المحترم، طب ما رضا بقال عمل مداخله امبارح وقال لك انا رايي من الاول ده فاشل، تمام؟ حد جه ناحيه رضا بقال؟ لا. محمود معروف؟ لا. احنا عايزين المعلم الكبير. يا ابن المعلم الكبير بينه وبين ربنا عمار، مش هتعرف توصل له. يا ابن المعلم الكبير دخل السجن واتشطبت ادويته وهو السجن واتلفع له قضيه، رجع رئيس نادي وعده مجلس نواب عشان في ربنا. ابعد عن المعلم الكبير، خليك في حالك وخلي مامتك تصرف عليك. طيب. والعتال يصرف عليك شويه وده اسمه شويه. يا جمهور الزمالك العظيم، انا بكلمك عشان كده. جمهور الزمالك خالد جلال، خالد شخصيه محترمه، زملكاويه في النهايه. وبعدين عايز اقول لك حاجه، النهارده حرس الحدود كان بيلعب ماتش غله، ماتش عمره عالمي. ماتش غله، لا ماتش ما تحبوش ماتش عمره. وانا بعت لك يا خالد الولد اللي جاب ازازه ميه. بيقولوا لي في الايربيس، بيقولوا لي في الايربيس، حد رش ميه على باين. ودخل قبل الماتش بثلاث ساعات يرش ميه في الجون ده والجون ده. ده كان في ولد صغير زملكاوي في الدور الاولاني رش ميه قناه الاهلي وعملوا عليه ليله. هو بص، طارق العشري مش عايز يتوب، طارق العشري مش عايز يتوب، طارق العشري معاكم الفيديو ده؟ هو مش عايز يتوب خلاص، هنعمل له ايه؟ طب استنى اهو يا جماعه، اهو الفيديو، عايزك تجيب الفيديو بعد اذنك. اتفضل. ده ايه اللي ايه ده؟ ميه ملح دي ولا ايه؟ ده مين ده؟ شوف بقى، لا ده واحد في الجهاز، ما هو واحد عضو في الجهاز، عضو في الجهاز. ما هو ما اعرفش بقى في اوضه اللبس ولا مين، الله اعلم. لا ده قبل الماتش بساعتين. يا لا هو في حد بيرش ميه كده؟ لا برش ميه بخرطوم مثلا. ده عجون يعمل ايه؟ مش عارف. ده عامل إيه؟ عامل بتاع اوضه اللبس اسمه حسن. اسمه ايه؟ اسمه حسن. ده عامل اوضه اللبس اسمه حسن. اتفضل يا باشا. هو احمد كمال عشان كان بيلعب في الحرس فعارف، عارف. اتفضل. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يا طارق عاشق؟ ايه القرف اللي انت عامله ده؟ يعني مثلا الولد الصغير اللي هو بتاع نادي الزمالك في الدور الاولاني ده ملوش علاقه، ده واد ورا الجون يعني، ده في الجهاز الفني. خالد عرفت الكوره كانت بتيجي في العارضه والحكم ما حسبش جون؟ جون لا، جون بتاع خالد وطيب التاني، جون جون جون. لا حتى الست دقائق دقيقتين منهم طاروا بسبب الحارس واقع والحكم الاجنبي ما زودهمش زي الحكام المصريين. ادي اتفضل يا باشا، هم بيجيب لك دلوقتي حكام من درجه الرابعه عشان تتوب، ما تقولش الا تاني هات انا تبت هات. ده بيعمل ايه يا باشا؟ ده طارق العشري مش عايز يتوب، ومعروف عن طارق العشري هو ده اسلوبه طول عمره، السحر والشعوذه. الكره في العارضه، الكره مش عايزه تخش، الكره خالد مصيب جابها جول وتتلغي. ادي يا باشا اللي احنا وقرف يعني عايز العيال يعني يبعدوا عننا بقى، بنحارب في 100 جبهه. بقول لك كان نفسك الاتحاد يقعد في الدوري؟ لا خلي بالك. ثانيه واحده، انا رساله هي بعتها لمصلحي اهو، زعيم الثغر، واحنا فرحانين عشان الجمهور والشعبيه بتاعت الاتحاد. قبل الماتش، قبل الماتش بساعه هتكسب ان شاء الله يا مصلحي، قبل الماتش بساعه
يعني فرحان جدا طبعا اتحاد اسكندريه ربنا يوفقه جدا طبعا جماهيريه وتاريخ يا باشا نادي محترم نادي ليه تاريخ احنا دايما مع الانديه الشعبيه كمان بنرحب خالد ما تزعلش يا طارق ما تزعلش يا احمد عبد الحليم ما تزعلش انت احمد طبعا معروف ست مستشار اللي زعلني هو ان الزمالك يخسر ده اللي بيزعلني بس والله ما في حاجه بتزعلني في فتره راحه حوالي شهر ونص او شهرين كل سنه وانتم طيبين وعيد طيب. على كل الامه الاسلاميه في مصر والعالم العربي كل سنه وانتم طيبين يا زملكاويه وانا بقول لكم تاني اهو وافتكروا كلامي جون خالد بوطيب هو جون اوباما اللي وصل ان شاء الله بس انا عايز برضو اسالك سؤال مهم قبل ما نقفل دلوقتي الموسم انتهى لمصطفى محمد والموسم انتهى لرزاق سيسي والموسم انتهى لاكتر من لاعب معار غير ان طبعا طبيعي ومنطقي في الانتقالات الصيفيه بيكون في دعم لنادي الزمالك بلاعيبه جدد الدنيا راح لفين يا استاذ لا حديث عن اللي رايحين ولا اللي جايين الا بعد نهايه المقارين على الهواء تمام فهمت قصدك خلاص فهمت قصدي فهمت قصدك ماشي اشكرك يا ست مشار اشكرك مره واثنين وثلاثه يا جمهور نادي الزمالك العظيم الجمهور الحقيقي اقفوا ظهر فرقتكم مستر جروس مش زملكاوي ولا خالد جلال مش زملكاوي احنا كلنا ورا نادي الزمالك مستر جروس كل الشكر والتقدير والعرفان والاحترام للبطوله اللي جت نادي الزمالك وحضرتك كنت المدير الفني فيها حضرتك ما رضيتش تجدد عقدك من شهرين عايز تجدد لمده شهرين لان انت متعاقد مع نادي اخر فبدل ما تقعد شهرين بلا راتب فهتاخد شهرين دول واساسا الشهرين دول مفيش كوره مفيش دوري هيبقى في اخر اربع خمس ايام ثلاث ماتشات يا كابتن طارق بالظبط اربع ماتشات اخر شهرين ثلاث اربع ماتشات والموسم ينتهي وبالتالي عايز اقول كمان كلمه واحده بس للجنه المسابقات والاتحاد الكوره النهارده كابتن كل الفرق بتلعب صح؟ كل الفرق يا جماعه ركزوا معايا كل الفرق بتلعب النادي الاهلي قال لك مش هلعب المقاولين لما الزمالك يلعب وكمان كان النادي الاهلي قال انا هنسحب وبتاع النادي الاهلي اجتمع امبارح يعني معلوماتي ان توجه لهم كلام فما رضوش مكسوفين ولا عارفين ينسحبوا ولا عارفين يقولوا ان احنا ما انسحبناش فيعني قالوا في الاجتماع حاجات غريبه كده بس المهم السؤال بقى كابتن طارق دلوقتي بيراميدز قال لك الاهلي عايز يلعب بيراميدز عشان بيراميدز كان عبد الله السعيد وميداني موقوفين في زمان كده في 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 البيان حد كان طلع في البيان اه لا في البيان اه لا في البيان اه في البيان قال لك ما عنديش مانع العب ماتش بيراميدز طيب دلوقتي والاهلي تاجل له ماتش مقاولين يعني الاهلي مثلا بقاله بتاع 10 ايام ما بيلعبش تمام اخر ماتش كان خلاص مش هيلعب غير بعد قالوا اكتر من 10 ايام الاسماعيلي الاسماعيلي اخر ماتش ليه طيب وبيراميدز لعب الخميس صح ولا لا لعب مع حرس حدود يوم الخميس كان يوم الخميس تقريبا اعتقد يوم الخميس تمام طيب ليه ما نستفدش من النهارده يوم الاثنين الاهلي لعب بيراميدز في الكاس خصوصا ان هما الاثنين الفرقتين اللي ما لعبوش دور ال 16 ليه حضرتك ما لعبتش الماتش ده على اساس بقى اما نرجع يبقى بقى في فرقتين في دور الثمانية يعني. وفي فرقتين في الدور قبل النهائي وانت استفدت من ان انت لعبت ماتش وشلته من عليك من الموسم الجديد لو انت عايز تكمل الكاس ايه اللي يخلي اللجنة المسابقات ما تلعبش الماتش ده طالما كل الفرق لعبت وطالما الاهلي في راحة وبيراميدز ما عندوش ماتشات وخلص ما يلعبوش ليه في الكاس نفسي اعرف ليه كابتن يعني هو طبعا عايزين نتكلم في الماتش شوية النهاردة ماتش الانتاج بغض النظر عن بقى الحاجات اللي بتحصل اللي انت بتقول الحاجات دي الافتكاسات بتاعتك دي انت خليها ليك انت مش انا معاك والله صح صح انت بتتكلم صح انا بقول لك انت يوم تستفيد منه شلت من عليك يوم بالظبط نادي الزمالك النهارده الحقيقه الشوط الاول احنا ما كناش كويسين بامانه يعني برضو ال ال ال, ال الطريقه لما اتغيرت شويه كنا سيئين ما كناش كويسين مش عايزين نقول سيئين ما كناش كويسين نادي الزمالك خالد احنا بنلعب بسيستم مثلا كل فتره فاتت فاللعيبه النهارده ما تستوعبش في فتره قصيره فكر جديد وده زي ما قال الاستاذ مشار مش وانت قلت مش هنصلح الليله كلها في 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 دمين. في ثلاث ايام او اربع ايام وفي نفس الوقت انت عندك بعض اللعيبه فعلا بتعاني نفسيا وبدنيا وبالتالي بدنيا اكتر بصراحه ما انا بقول لا نفسيا كمان بص يا خالد النفسي خالد ما انا بقول لك لا سيبك من البطوله النفسي خالد حتى لو انت واخد بطوله اللي هو اللعيبه ما بتلعبش مثلا ما بقول لك انا قصدي كده اللعيبه ما بتلعبش دي بتبقى نفسيتها صعبه جدا الا لو الجهاز الفني بيشتغل معاها نفسي وبيخليها في ثبات انفعالي احسن من كده خالد بقى له يومين مثلا فطبعا مش هيلحق خالد يعمل حاجه كان يوم الجمعه في نفس الوقت برضو انت بتشيد محمد حسن وانا معاك حقيقه لعيب كويس يا كابتن الولد برغم غيابه طول السنه
ما خدش غير نص ساعة ولا حاجة نص ساعة لعبوا مرة بكرايت باين حاجة كده لعبوا مرة بكرايت لعب ماتش او بكرايت يعني ربع ساعة وثلث ساعة كده. فطبعا انت بتتكلم في ثبات انفعالي مش موجود وبدني مش موجود بالنسبة لأحمد حسن. حتة بهاء مجدي وجهة نظر خالد طبعا تحترم مفيش مشكلة خالص، ممكن يكون عبد الله مجهد مرهق شوية من الضغط. لا دي انا من وجهة نظري علامة استفهام الوحيدة على كابتن خالد جلال. كلنا برضو ما لعبتش عبد الله جمعة من البداية ليه؟ يعني نسأل خالد فيها لأن قد يكون هناك وجهة نظر معينة فنية هو شايفها أفضل مننا وهو اللي حاسس بلاعبته أكيد. لكن أنا بكلمك على إن إحنا بنلعب 4-2-4، إحنا لعبنا 4-2-4 مش 4-2-2-2. يعني انت قصدك كان لازم يكون في صانع لعب بالظبط. احنا كان اوباما يبقى ايمن حفظ. احنا افتقدنا الحاجتين مهمين جدا خالد، مثلا حلقه الوصل لتحت راس الحربه لا خالد بوطيب هيعملها ولا عمر السعيد هيعملها فاهمني. فدي طبعا افتقدتها بشكل كبير جدا لانك انت حلقه الوصل دي كانت بتوصلك للجون كل ايه. احنا الشوط الاول ما رحناش للجون خالص، بس انت عندك اوباما مصاب ومحمد ابراهيم موقوف، عندك ايمن حفني يشتغل. هقول لك حاجه، ابراهيم حسن بيعملها. لو ايمن لو حفني لا ابراهيم حسن لكن. لا لا انا لعبته يا خالد في الاسماعيلي. ايوه بس مش حبيبي، لا كان بيلعب كده والله في الاسماعيلي بس مش صانع لعب يا باشا. انا بقول لك كده كان السوليه تعمله فجاه، كان السوليه محمود عبد العزيز قدام ابراهيم حسن بس مش فجاه والله مش فجاه. هو الولد بيعملها كويس وبيجي زي ايمن حفني كده. لو ايمن حفني مش فت او خالد شايف ان هو مش فت يبقى ابراهيم حسن اللي هو رجله في الملعب. عارف ايمن حفني لو لعب النهارده كان بعض الكبير قال لك مش مرتضى هو اللاعب ايمن حفني. احنا مش عايزين نسعى بقى للناس والله بهزر. فدي نقطه مهمه جدا، دي الافتقاد الاول. الافتقاد الثاني ان عندك الجنبين مفيش غير النقاص بس اللي هو كان بيهاجم البعض. الوينجين بتوعنا زيزو وكهربا كانوا مش في حالتهم النهارده، وبالتالي الكروسات اللي اتعملت هو الكروس الوحيد اللي اتعمل صح او اتنين حطهم خالد بوطيب، واحده جنب العارضه والثانيه جت جول بالظبط. شاكر برضه كان لازم تلعب حازم. يعني رغم كابتن الناس معترضه بهاء مجدي بيبتدي ليه، بس انا من وجهه نظري مثلا بهاء مجدي اعتقد ومحمد عبد السلام لعبوا ماتش الاسماعيلي كانوا كويسين والزمالك كسب 2-0 بالظبط صح بالزبط. يعني هو مش افتكاسه برضه. لا لا خالص يعني بهاء مجدي برضه لعب في ماتش وكسبنا. انا بقول ايه بس بقول حازم امام حمدي النجاسي يعني له فتره مش وجهه نظر. هو بص اصل انت ما تقدرش تحكم الا اذا كنت في التمرين اللي المدرب عايش. صحيح خالد عايش بقاله يومين او ثلاثه مع الفرقه ما يومين بس يعني ممكن ما لحقش يلم حاجات كتيرة. هو كان عايز يعمل كثافة في 18 الحرس. فلعب اتنين سترايكر. هو مش اتنين سترايكر برضه عشان نبقى يعني هو كان بيلعب واحد تحت واحد تحت بس الاتنين واحد تحت بيتبدلوا الاتنين بس دي بس مش حتة بوطيب ده بالظبط مش بتاعة بوطيب ولا بتاعة عمر السعيد بالظبط. بس على فكرة دي اللي افتقدناها شوية. جروس لعب بوطيب في نفس المكان عارف بتاع ثلاث اربع ماتشات عملها كده قبل كده ولا وثبت ان بوطيب ما بيعرفش يشتغلها كويس بينزل كتير وبرضه السن تقدم السن شويه ما بيقدرش يعمل الحته دي كتير غير اوباما زي اوباما زي ابراهيم حسن زي ايمن حفني اللعيبه اللي هي عندها المهاره. ونقطه مهمه جدا كمان يا خالد الحته اللي تحت الفروت دي عايزه حد بمواصفات معينه مواصفات معينه مش ينزل يستلم ويروح مديها. لا خالد بوطيب الوحيد بيعرف يجيب جول. ما انا بقول لك هو الوحيد اللي النهارده هو الخطر الكره العارضه وكره في الدماغ وكره ثانيه مش كده. بقول لك لما بتلعب ايمن حفني او ريم حسن الحته المهاره والتيرن وال عنده حلول يا كابتن ممكن يوصلك بشكل خالد بوطيب زي ما انت قلت يا كابتن بيقدر ما يطلعش بره ال 18. ايوه يا كابتن مين؟ يعني خالد بوطيب لان هو ثلاث كور بهيدرز النهارده عارف انت النهارده لو النقاز لانه بطيء شويه بره النقاز وعبد الله جمعه وفي كورسات بالظبط بشكل كبير وان كتير جدا هتيجي ولكن احنا بنقول الحمد لله قد يكون هدف بوطيب هو ان شاء الله باذن الله هدف البطوله باذن الله وده نتمناه. بس انا عايز اقول حاجه بس مهمه. الناس بتقول ان جروس خد الكونفدراليه وجاب بطوله وانتوا كنتوا مركز رابع. لا لا اسمع بس انا ارجع حاجه بس. طيب حضرتك لو انت بتقيم بهذا المستوى هو الكابتن خالد جلال مش هو اللي كسب الكاس وخلانا نخش الكونفدراليه؟ طب هو مش كابتن خالد جلال هو اول مدير فني يفوز على النادي الاهلي بعد مرور اكتر من 10 سنوات؟ خالد ما مؤمن سليمان جاب كاس وميدو جاب كاس وميدو جاب كاس انا فاهم ومؤمن سليمان وصل لنهائي تشامبيونز ليج بالظبط. يعني انت بتتكلم في مدربين مصريين هم فاهمني باقل من امكانيات اهو خالد جلال اهو انا اقل بامكانيات مثلا من جروس فنيا وماديا والناس خدت بطولات. انا يا كابتن نادي الزمالك يا جماعه يعني عايز مدرب فاهمني فاهم فقط بالظبط ويعني يبقى في توفيق عنده ومعاه لعيبه ومعاه لعيبه الناس موفرين له لعيبه مجلس اداره
موفر لعيبه الحقيقه ثلاث فرق في النادي، في ثلاث فرق يا احمد. بالظبط دي حقيقه يا كابتن. يعني انت لو انت غمضت عينك كده وحطيت اي 11 رجاله في الملعب هياخدوا اي بطوله، هياخدوا وهينافسوا على البطولات. بالظبط احمد. النهارده انا عايز اتطرق ايضا ل، انا عجبني لعيب جامد جدا اسمه امام عاشور. لعيب كويس قوي. قوي صغير في السن كمان، غير ان هو لعيب كمان ما فيش كوره اتاخدت منه بالهيدرز. ده عاره كمان. بالهيدرز. ده عاره منين ده؟ من محله. من محله. انت بتتكلم جد ولا ما ليه؟ ما تعرفش ولا ايه؟ من غزل المحله؟ اه. ده لعيب كبير قوي. اعاره يا كابتن. ده لابد يعني نادي الزمالك ان هو يتحرك ويجيب هذا اللاعب بصراحه. لا بتفق معاك. امام كبير قوي. امام لعيب كويس ورغم صغر سنه يا كابتن خالد عنده شخصيه في الملعب. برافو عليك. يعني في لعيبه صغيرين كده يا كابتن خالد عنده شخصيه في الملعب بشكل كبير. لعيب متحرك عنده كنترول والثبات الانفعالي عنده. سواء بيلعب فريق كبير فريق صغير لا زملاته واثقين فيه رغم صغر سنه بشكل كبير. في اوقات كتيره كان بينزل بيبقى بديل، كان الكابتن طارق العاشر كان بيستخدمه كورقه رابحه معاه بشكل كبير في بعض المباريات، وكان بيبقى بديل 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 مفيد فعلا للكابتن طارق، وكان بينزل يقلب كتير من الماتشات. لا النهارده امام عاشور لعيب مميز جدا، وزي ما الكابتن طارق قال هو اعاره سنتين من غزل المحله لحرس الحدود، ومنضم مع الكابتن شوقي غريب للمنتخب الاولمبي. فلعيب هايل ولعيب كويس، عامل شغل وعامل حاله كويسه. والنهارده صراحه لعيبه الحرس الحدود كابتن احمد قتلت الشوط الاولاني. كان بيضغطوا طول الماتش، عندهم لعيبه كويسه في نص الملعب، عندهم ولد اسمه احمد هاني. احمد هاني ده اعاره برضو من طلائع الجيش. لعيب كويس جدا. اعاره من طلائع الجيش. باك رايت كنت انا مساعده من الاسماعيلي، كان هو منتخب ناشئين مع معتمد جمال. بالظبط. كان باك رايت في الاسماعيلي. فعلا؟ وتعاقدت انا من وعملت له عقد في الاسماعيلي، هو محمد فتحي. الديفندر اكتر لعيب من وجهه نظري لايق على نادي الزمالك هو امام عاشور. عشان كورته يا كابتن كورته عاليه، كورته كويسه. وانت قلت عنده شخصيه. بالظبط هي اللعيبه. بيلعب منتخب اولمبي على فكره. بالظبط بيلعب منتخب اولمبي، وكمان يا كابتن اللي منجح نادي الزمالك الفتره دي او السنه دي ان احنا عندنا زي ما والكابتن طارق عارف واتكلمنا في الاستوديو اكتر من مره بالكلام ده، ان مستر جروس محظوظ ان عنده لعيبه كابتن كتيره جدا، وكمان جات له اضافات لعيبه دوليه. يعني اللي موجود في نادي الزمالك لازم يكون عنده شخصيه، شخصيه البطل دي بتفرق جامد جدا يا كابتن. ما ممكن لعيب بيبقى للاسف اللي بيفهموا كوره انا ليه مستوى بتاعي في الدور الثاني نزل بهذا القدر ليه؟ هل انا عشان مركز في البطوله الافريقيه مثلا فبقيت خلاص منهار بدنيا في الدوري؟ ما هو عايزين نعرف ده. هل اعتماد مستر جروس على 14 لعيب اقول لحضرتك ده بيخلي ان اللعيبه خلاص استهلكت بدنيا؟ اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا بنتكلم لو حضرتك نحسب بالورقه والقلم اكتر موسم في كميه مباريات وكميه سفر لنادي الزمالك هو الموسم ده. صحيح. سواء في البطوله العربيه، سواء في بطوله الكونفدراليه، سواء في الكاس، سواء في الدوري، كميه ماتشات غير طبيعيه. او انا بس بتكلم في حاجه ان مجلس الاداره ما عليها كابتن طارق ان انت مجلس الاداره او الجهاز الفني بيجي بيطلب طلبات لعيبه، انا عايز فلان عايز فلان عايز الفلان، ومجلس الاداره ما عليه ان هو مشكورا ان هو بيوفر الطلبات بتاعه الجهاز الفني. مستر جروس جه على كوكبه ما اختارش حد. لا هو اختار اثنين. بالظبط. خالد الطيب واحمد السادس. بالظبط ده في الدور الثاني. انا بتكلم ان هو اللي اختارهم يعني. كل الاختيارات اللي موجوده تحسب للمستشار مرتضى ومجلس الاداره ان هو جه على تيم كامل كوكبه نجوم جامده جدا، قدر ان هو يعمل بيهم تشكيله وتوليفه يقدر يوصل بيها للي احنا بنتكلم فيه دوت. فانا بتكلم يا كابتن خالد حضرتك بتقول ان المجهود او المعدل البدني نزل بشكل كبير طبيعيه في الدور الثاني. ليه؟ مستر جروس يا كابتن بيعتمد على 14 لعيب، ودي في السياسه بتاعت الكوره اللي احنا كنا بنتكلم فيها كابتن طارق قبل كده في استوديوهات قبل كده بنتكلم فيها، لازم عشان اللعيب اللي هو بعيد خالص لازم يبقى زي ما الكابتن طارق قال، يبقى انت بتحتوي اللعيب نفسيا، لازم اللعيب عشان يوم ما تحتاجه تلاقيه. احنا دلوقتي نادي الزمالك معتمد على 14 لعيب، ال 14 لعيب دول يا كابتن طارق هم الدايره مقفوله عليهم هو على في ماتشات كتير، لكن انت عندك بدايل وعندك بدايل مميزه جدا. بالزبط. البدايل دي لو انت كنت اشرقتها على مدار الموسم. محمد حسن النهارده يا جماعه النهارده اللعيب ده لو واخد 10 ماتشات ورا بعض كمان أيوة لازم نرد عليها. انت لو انت اشرقتها يا كابتن خالد في مدار الموسم في جميع البطولات اللي انت عندك هتلاقي المردود اللي انت ممكن دلوقتي في ماتش زي النهارده ماتش بتلعب فيه على دوري محتاج محمد حسن، محتاج بهاء مجدي، محتاج عنتر، محتاج ايمن حفني، اللعيبه دي يا كابتن خالد لو كانوا خدوا مع مستر جروس بشكل كبير في الفتره اللي فاتت كنا هنقدر يا كابتن خالد الفترات الجايه دي ان احنا كنا نقدر نلعبها. تمام. في نقطه مهمه جدا برضو بمناسبه ان هم
كانوا اشاروا للشنطه اللي شايلها جروس والكلام ده. بعض القنوات افردت وقت لان جروس ما ركبش الاتوبيس وركب العربيه. مساحات كبيره فعلا. والله ما اتفرجش على الموضوع. لا انا اتفرجت عليه فعلا. امال ايه؟ عايز اقول للبهوات ان نادي الزمالك موفر عربيه للمدير الفني الاجنبي. وكل المباريات اللي داخل مصر انا كنت مع ناسيو، كنت مع نبوشه، وقبل كده كابرال، وقبل كده يعني فاهم، كل المديرين الفنيين اللي جم نادي الزمالك في عربيه بتروح تاخدهم بعد المباراه اللي داخل القاهره، اللي خارج القاهره بيرجع الاتوبيس عشان تروح على الفندق او بيته بالظبط، لان الاتوبيس بيروح النادي. فالناس قالوا عملوا حوار برضه. ما انا بقول لك من ضمن الحاجات زي الصوره، من ضمن الحاجات اللي اثيرت عشان الناس تفهم، بس احنا جايين هنا عشان نقول الحاجات اللي اتقالت عن نادي الزمالك، ان المدير الفني بيركب العربيه الخاصه بتاعته بكل المباريات اللي داخل القاهره، فاهمني؟ السواق بيروح له بعد المباراه بياخده ويمشي. قال لك والجهاز الفني المعاون، خلي بالك بيه في اتنين معايا مثلا ولا حاجه. في نقطه تانية الفنيه اللي قالها احمد، تثبيت التشكيل مش عيب، بالعكس ده كل فرق العالم ماشيه كده. بس لو مش في موسم استثناء، لا ما انا اقول لك على في هقول لك على حاجه، لو موسم عادي كل ما قربت الماتشات من بعض لابد منك تجدد الدوافع وتعمل نوع من انواع الروتيشن في الفرق والتنافس. والتنافس ليه؟ لانك انت ما حضرتش لا محمد حسن ولا ايمن حفني ولا حازم امام ولا مدبولي ولا مدبول ولا عنتر، فاهمني؟ الولاد دول بعاد تماما عن الفورمه الرياضيه خالد. فانت النهارده زي ما قال المستشار مطرة ان الراجل جاي خالد عنده مشاكل فنيه، خلي بالك مش الموضوع مش سهل. عنده مشاكل فنيه هتاخد منه وقت طبعا. والحمد لله ان الدوري موقوف عنده شهر يقدر يعد الولاد دول بشكل كويس، دي ميزه بقى، دي ميزه طبعا. بالاضافه الى بصراحه بعض لعيبه الزمالك في الاوقات الحرجه الثبات الانفعالي عندهم بيهرب منهم يا خالد. يعني مثلا النهارده في الشوط الاول، اول ما جه الجون في الشوط الاول لما نزلنا كان في نوع من القلق، لما جه الجون القلق زاد، بقى في نوع من الصربعه، نوع من عدم التركيز. بعد الكونفدراليه المفروض بالظبط يعني انت واخد بطولتين، دوافعك تعلى، انت واخد بطولتين يا جماعه، خلاص مش قلقان يعني. يعني انت مش قلقان من حاجه، الكلام ده خد لو انت لا قدر الله خسران بطوله ولا بطولات. انت واخد بطولتين من خمسه انت بتشتغل فيهم، ففاضل لك ثلاثه، فاهم قصدي؟ الدوري والكاس وعندك السوبر الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله. فانت بتتكلم ده لسه في شهر 8 الكلام ده قبل الموسم ما ينتهي، فانت بتتكلم على بطولتين من اصل خمسه، فاهمني؟ البطوله منهم اهلتك لبطوله ثالثه. فانت من الوقت ده لازم اللعيبه عندها ثقه شويه، لازم يبقى عندهم نوع من الثبات الانفعالي اكتر من كده. لان في حاجات النهارده بتحصل في الماتش يا خالد غريبه جدا، مجرد ما الحارس كان بيضغط عليك كنت بتلاقي فيه رعشه. ليه؟ انت نادي الزمالك. طيب. احترامنا حرس مباراه كبيره للعيبته، في الشك يعني احنا سيبك بقى من الرش الميه والكلام ده كله. على فكره في الدور الاولاني احنا كسبناهم مع مستر جروس بالعافية، ضربه جزاء وكهرباء في الدقيقه 94 بالعافية. فانت بتتكلم في فرقه محترمه وعندها دوافع زي عندك بالظبط. النهارده لو بتروجيت كسب كابتن برضه، لو بتروجيت كسب وهم اتغلبوا هيخشوا في الليله طبعا. انت فاهم قصدي؟ فانت بتتكلم في فرقه عندها حافز كبير جدا 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 جدا، ولازم تقاتل. ما هيش فرقه نازله مثلا ضامنه يا جماعه اللي بيفهم كوره بس، يعني هو ايه يعني ايه مدير فني؟ مدير فني بيلعب عشان ياخد بطوله اكيد، وكل ما المدير الفني ياخد بطوله كل ما قيمته بتزيد. فجروس خد بطوله قيمته بتزيد، لكن على النواحي الـ 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 الاداره او الفنيين او لجنه الكوره لما بتيجي تفكر في المدير الفني بتقيمه بعد اداء موسم يا كابتن طارق، يعني قول الكلام ده صح ولا لا؟ اداء موسم. طيب ناس كانت بتتريق عليا لما كنت بتقول هو ما بيعملش التغيير التالت ليه؟ هو بيتاخر ليه؟ اساسا من ضمن اساسيات المدير الفني في عالم كره القدم للناس اللي جاهزه في الكوره، اولا مش دوره انه يعمل احمال لان في مدرب احمال طبعا، مش دوره ان هو يكون ولا اغذيه ولا نفسي ولا اغذيه ولا نفسي، كل الكلام ده المفروض قد يكون عنده جهاز، قد يكون ليه دور في ان هو يعمل تدريبات تكتيكيه. ما هو تكتيك داخل الملعب وده مش موجود، انا بشوف تمرين بقى معلش تمام. لكن هنا السؤال بقى يعني ايه مدير فني؟ مدير فني يعني كوتش يعني ايه؟ يحط تشكيل ويتدخل في الوقت المناسب ترى الملعب ليه ان هو يطور من اداء الفرقه بالتغييرات والتوقيتات، والعالم كله عمل ثلاث تغييرات للاستفاده من ثلاث تغييرات. لو اي مدير فني في العالم بيعمل ثلاث تغييرات خصوصا، والثلاث تغييرات دي خصوصا والفريق محتاج انه يفوز او يحافظ على النتيجه ولا لا؟ مزبوط. لكن كسبان 2-3
براحتك، معرفش ايه يعني عادي ممكن تغير تغيير مش فارقه معاك، ما انت كسبان 3 4. لكن هنا هي دي قيمه المدرب. كمان ان انا اقرا الخصم يا كابتن طارق، صح؟ اقرا الخصم واقفل عليه مفاتيح اللعب، ومدرب ينزل قدامي تغيير اروح انا مردد عليه بتغيير، ولا انا غلطان يا كابتن طارق؟ مظبوط كلامك، الحاجات دي مش دي بتقييم للمدرب وقدراته التكتيكيه داخل الملعب؟ بالتأكيد. الجمل اللي بتتعمل اكيد اي مدرب يا خالد لازم قبل ما تلعب فرقه لازم تقرا الفرقه اللي هتلعبها بشكل كبير، وتحط تشكيلك المناسب لهذه الفرقه وامكانيات الفرقه اللي قدامك، فاهمني؟ قد يحالفك التوفيق بقى ما يحالفكش، دي بتاعه ربنا، لكن انت بتعمل بتاخد بالاسباب. صحيح. انت بتشوف الفرقه اللي قدامك عن طريق فيديو، عن طريق تقارير شركه مثلا بتحلل لك المباريات. بالزبط. كل هذه الامور احنا بنشتغل بيها. وانا عايز اسال سؤال بقى وبوجهه لجمهور نادي الزمالك العظيم المحب لنادي الزمالك، ما هي اسباب تدهور مستوى ونتائج نادي الزمالك في الدور الثاني؟ ما هي سبب فقدان نادي الزمالك لكثير من المباريات كان هو الليدنج او المتقدم فيها زي طلاع الجيش؟ ازاي اول مره في التاريخ افتكر ان الزمالك يكون في اول ربع ساعه كسبان 2 2-0 ثم يتعادل ويخسر نقطتين؟ يعني ايه مقاولين تكون كسبان؟ يعني ايه بيراميدز تخسر بهذه النتيجه رغم ان كل الفرق اللي لعبت بيراميدز عملت ضدها هجمات مرتده وقدرت انها تجيب فيها جوان معظم الفرق، لكن لان بيراميدز فريق هجومي اكتر منه دفاعي كمان؟ ايه الاسباب؟ عايز اقولوا لي اسباب تدهور المستوى والنتائج واسباب فقدان النقاط في الدور الثاني عكس الدور الاولاني، هل هو بسبب الانهيار البدني ولا بسبب اللعيبه ولا بسبب جروس ولا بسبب مجلس الاداره؟ طب هل الفوز بالكونفدراليه الدور فيه لجروس ولا اللعيبه ولا المجلس الاداره ولا للجمهور اللي حضر ولا تقنيه الفار؟ قولوا لي، يعني انا عايز اعرف. وهل النهارده التعادل مع الحرس سببه تغيير جروس؟ سببه خالد جلال؟ سببه رحيل جروس؟ طيب لو التعادل النهارده ده السبب، السبب فقدان النقاط اللي فاتت دي مين السبب؟ ده انا بس السؤال ده بطرحه على جمهور الزمالك وريته يردوا عليا. اتفضل. لا انا بتكلم بتفق معاك بنسبه كبيره يا كابتن خالد في الحراره اللي انت قلته والاسئله اللي حضرتك انت قلتها. لا انا بتكلم في نقطه كمان يا كابتن خالد. لما كابتن خالد جلال مدير فني قدير زملكاوي مصري لما جه خد بطوله كاس مصر اللي احنا اهلتنا اللي بتكسب الاهلي بعد 10 سنين، هو الوحيد المدير الفني اللي كسب الاهلي بعد فتره كبيره 10 سنين. انا مش شايف ليه ان الصفحات لما كابتن خالد جلال خد الكاس ومفروض ده واخد كاس وكسبان الاهلي، يعني المفروض ده في التوب اللي هو عمل انجاز غير طبيعي، كسبان الاهلي بعد فتره كبيره وجايب لك كاس مصر بطوله غاليه جدا اهلتك لبطوله الكونفدراليه. مش شايف ليه يا كابتن طارق ان ايام ما كابتن خالد جلال مشي ان كان في صفحات والناس بتهاجم وتقول لا ان ازاي استمرار الكابتن خالد وازاي ان هو يمشي؟ انا بتكلم على الحمله يا كابتن خالد، الحمله دي حمله ممنهجه وفي شخصنا للامور في شخص المستشار مرتضى، يعني اللي بيتكلموا كابتن خالد على ان جروس يقعد وما مش يقعد، هو موضوع كبر علشان امور شخصيه، امور شخصيه جدا. احنا متعادلين مع الانتاج الحربي يا كابتن، امور شخصيه سايبين النتيجه بنتكلم على جروس مش هيقعد. خد بالك ده احنا متعادلين مع الانتاج الحربي بعد ما كنت متقدم. احنا عاملين كارثه كابتن، يعني احنا عاملين كارثه متعادلين وقلت حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا كابتن خالد. مجلس الاداره لولا سياده المستشار ومجلس الاداره موفرين الدعم بشكل كبير جدا للعيبه من مكافئات لطيران خاص في بطوله الكونفدراليه، كابتن خالد ده سياده المستشار عمل حاجه، كانت اللعيبه مغلوبه يا كابتن ماتش وده مكافأة. وده مكافاه. طيب انا قدامي 30 ثانيه، اتفضل يا كابتن طارق. اخيرا كيف ترى مستقبل نادي الزمالك الفتره اللي جايه؟ يعني وطبعا في فتره كويسه جدا لخالد وجهازه ان هم يقدروا يحطوا ايديهم على مواطن القوه والضعف الفرقه، اللعيبه اللي هي ما كانتش بتلعب لازم يؤهلها بشكل جيد بدنيا، ماتشات كتير وديه في الفتره اللي جايه دي على اساس الولاد دول يقفوا على رجليهم عشان نجدد دوافع الفرقه. وان شاء الله باذن الله، يعني انا شايف ان نادي الزمالك باذن الله طالما الامور بايده لحد دلوقتي ان احنا ماشيين بشكل مش وحش. فقدنا نقط كتير جدا جدا هي سبب في ان احنا اتحطينا في الموقف ده، لكن ما زال الموقف الحمد لله في ايدينا او في رجلينا. فاتمنى بس من اللعيبه انها تقاتل اكتر من كده وانها تركز اكتر من كده ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. ان شاء الله اعتقد في بعض التغييرات، هناك كلام على ان كهربا جاي له عرض من اتحاد جده، رئيس النادي اللي كان ماسك النادي قبل كده ايام ما كان كهربا موجود، قد يكون هناك عرض
لكهرباء من اتحاد جدة يرحل كهرباء، حميد أحداد قد يرحل حميد أحداد الفترة اللي جاية إعارة لنادي مغربي، هل يعود رزاق سيسي، هل هناك صفقة جديدة أفريقية، عودة رزاق ولا صفقة أفريقية، يعني ده اللي هنشوفه. عودة طبعا فرجاني ساسي بعد شهرين، عودة مصطفى فتحي، كل دي، عودة مصطفى محمد، كل دي يا جماعة أمور ستحسم الفترة القادمة، رحيل بعض اللاعبين، مجيء بعض اللاعبين، في اتنين من الدوري العام المصري قد ينضموا لنادي الزمالك الفترة اللي جاية بإذن الله إن شاء الله مع صفقة أفريقية أو عودة رزاق سيسي، قد يرحل كهربا لاتحاد جدة السعودي. بقول لكل الشعب المصري كل سنة وانتم طيبين، النهاردة آخر سحور، وإن شاء الله بإذن الله كلنا وراء منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية. ربنا يكرم منتخب مصر إن شاء الله، وربنا يوفقه بإذن الله ويستطيع أنه يحصل على البطولة، وإن شاء الله نعود مرة أخرى للدوري العام المصري بعد شهرين من دلوقتي، وما زال الزمالك في منافسة قوية مع النادي الأهلي للفوز بلقب بطولة الدوري. وبكرة إن شاء الله في اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، قد تعاد مباراة الترجي و الوداد وقد تعاد في مصر قبل كأس الأمم الأفريقية. كلام قوي جدا على إعادة لقاء الترجي والوداد، خصوصا ان كانت تقنية الفار موجودة في مباراة الذهاب، فلابد من الفير بلاي ان تكون تقنية الفار موجودة في الذهاب والإياب. قد يحدث بكرة، وخصوصا أحمد مع إعادة المباراة، بأكد لكم دوت، هنشوف بكرة إيه اللي هيحصل إن شاء الله. وبعض الصحف والمواقع بتقول إن الزمالك برضو هينظروا في إعادة لقاء الزمالك مع نهضة البركان، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة. التفكير الوحيد في إعادة الكارثة اللي حصلت في ملعب رادس في بعد ما ألغي نهائي دوري أبطال أوروبا. ألف مليون مبروك لنجمنا الكبير محمد صلاح، الفوز بدوري أبطال أوروبا، تاني لاعب عربي بعد رابح ماجر يحرز هدف في المباراة النهائية ويفوز بالبطولة، وتالت لاعب عربي بعد أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد، وأيضا رابح ماجر كابتن محمد صلاح نجمنا الكبير، وقد يفوز بكأس الأمم الأفريقية، وتكون يفوز بأحسن لاعب في العالم، يفوز بثالث مرة على التوالي كأحسن لاعب في القارة الأفريقية. أحمد كمال بشكرك جدا جدا يا كابتن أحمد، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. أنت طيب يا كابتن، وكابتن خالد وكل نادي الزمالك وشعب مصر كله بخير إن شاء الله. كابتن طارق يحيى، ستعود الموسم القادم للتدريب إن شاء الله؟ إن شاء الله بإذن الله، ربنا يسهل إن شاء الله بإذن الله. كل سنة طيب يا كابتن طارق. أنت طيب يا حبيبي. كل سنة وكل مصر طيبة بمختلف انتماءاتها الكروية، وكل سنة وكل الزملكاوية المحترمين المحبين لنادي الزمالك كل سنة وأنتم طيبين. إلى اللقاء.